ارتفعت الخميس حدة السجال بين سلطات كردستان ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ووصف بيان صادر عن رئاسة الإقليم المالكي بأنه أصيب بهستيريا وعليه ترك الكرسي فورا. كما قال الوزراء الأكراد في الحكومة الحالية إنهم سيقاطعون تشكيل حكومة جديدة. الغضب الكردي جاء إثر تصريحات المالكي التي قال فيها إن كردستان باتت حاضنة للإرهاب والإرهابيين. حقيقة هذا الكلام يعني حسب مصادر السيد رئيس الوزراء يحتاج إلى دليل، يعني أنت لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي مثل هذه الأفعال إذا ما عندك يكون دليل، يعني دليل قاطع حتى تتحدث. تصريحات المالكي جاءت لتزيد الوضع تعقيدا، يقول الناطق باسم حكومة كردستان. تصريحات السيد المالكي آلمتنا جميعا وآلمت كل الشعب الكردي. فالأكراد ساندوا المالكي عندما كان معارضا للنظام السابق، والآن ها هو يتنكر للناس الذين وفروا له الحماية وسندوه. التصعيد السياسي الجديد في العراق يأتي في وقت يسيطر فيه المقاتلون الإسلاميون المتشددون على أجزاء كبيرة من العراق.